إثمس ما زوار أنا موسيتي ثم بخاوم فحاب زيهم من المجام وسيتي ما ومتيريم سعدتم بلاد الجنوب لشنا أكمر المواضيع أنا موسيتي وانت حاب زيهم ما نغنيت دي البرنامج هو مواهب ونجوم نهارا إثمس ما سرسكينا غيجوريا دي موهوب دي فن الكاراتي أي شيء طاس دي الموهبة ثاني ثاتين ويحصل خيار طاس من الجوائز قبل ما داوم إثمس ما عرف خديفين نهارا أكمل الجر أكمل نقدر أحباء كيلين هارا رياضي النغر معروف سي أشرف وشن سي أشرف مرحبا بك بارك في فورمات شكرا خير ضيا طيب كيت شكرا موقع أنا دوستي لي ستافن لي برنامج المواهب والنجوم إذا نمشي الفرصة أنا نعرف سيف النغي ثار النار كاش قسينا دا نزورو سي أشرف عارف خاك شوية من يعني أشرف أشرف اسمي الكامل أشرف وشن مواليد 1997 مثل النظار مش تمارس بالكاراتي تما عضو المنتخب الوطني المغربي للكاراتي تما شغالة تزن بطولات اللي شاركة خارج أرض الوطن وداخل أرض الوطن وحقا لها عدة علاقات بين الوطنية ودولية تبارك الله عليك زين مي أشرف تكون مصيب دي رياضة الكاراتي ش بدي أبدي كاراتي من بداية 2004 سيفني الوالدين في غير مزيان سيفني غا هادي أبطال الناس الجدار مدرب مسيح حسن حجرة إني بدا تما كاريير تما إني بدا المسيرة الكاراتي مرميتو غاف غاك أولى المشاركات منش لرياضة الكاراتي اول مشاركين ودي في الكاراتي توغت لي قرر لي البطولة المديرية الإقصائيات فاش نقع البطولة الوطنية توغت لي القاعة المقطوعة ديال المرور احصل الحمد لله في المرتبة الأولى يمكن لي باش نقع الأسبوع نلوح إلى الوطن سمعتني جا أولى مشاركة جيني بدا أول مشاركة في الكاراتي سمعنا شوية في الدورية كيف غادي تشكل دايسن في رياضة ثانية في الدورية تشارك في المغرب تسمى عشان نقص من الدورية منهم الدوري الدوري في طنجة في كأس محمد السادس في الرباط تسمى شارك في عرض الدوري الدوري في مراكش الدوري الدوري في تيغزاوي وصابين بالنسبة للمشاركة في النشاط الدولية راح نغدي بطولة افريقيا في تونس حق الفردية يعني هذا قطر بالضبط الدوحة قبل المرتبة الأولى أو كيغ برونزية في بطولة العالم في إسبانيا آخر بطولين إلى آخر تبارك الله أكيد السي أشرف في أي مجال إلا وتيريس مشاكل عراقيل ما مشاكل عراقيل تغا صدف نشك لمجال نش الرياضة الكاراتي سمعنا من بين العراقي اللي كانت بين دي كاراتي والنقص الدعم المادي ثم الدعم المعنوي ثم وقت شعرك سمعوا لي الدعم لا المادي ولا المعنوي ثم
معناها فوتيل تشارك تكشي او دي جيب النشوخ او ما تقدر ما يعني اكيد اش تخسر جيب النشوخ ما توضغى بمستوى والله معروف يعني تدري بيها تمر اي بطل معروف ناش عظم وخلت تابح بشان البطولة تقبوش ان التاني ايوموز شان تقول شان مول شان العام الجمعة ويلة دي المرة وطبيعني طبيعي دي المرة سواء شوية طلعات ليش طموح هذا عشرة وشن؟ ما كأي ممارس رياضة الكاراتيه ما الأوبجكتيف الناس تطلع عن الإنسان القرن هو اللي يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم ما يكون شامي كان يدخل برونزية يجي على نوتر أوبجكتيف اللي لاقينا هو إن شاء الله هذا تينا باش يدير الذهبي إن شاء الله. واش انا رايي مش دي رياضه الكاراتيه ما دي سن ايجابيات ما دي سن سلبيات ما ميت وايد شك دي رياضه هنتكم اي رياضه تما اي رياضه تشان قليس الايجابيات ولا السلبيات بالنسبه للكاراتيه مش توري ديس كتان الايجابيات كتان ديس السلبيات تما انا ايجابيات من الرياضه هي هو تعبش الاخلاق والاداب وتكون بنادم باش يفرق بنادم تما الشخصية قوية وانت تبع كأي رياضة تبع هذه شخص بيدي وحرم بيدي السفر وانا ينحل أشرف مين أنتيني دي ما رأي وداني تسمى يجي مهتمين زي رياضة الكاراتيه مين دسنا أنتيني بين شو الميساج دسنا أنتيني بيش نعيني زي ما أولاني ممارسين جنة رياضة الكاراتيه وصيغن دي رياضة وسبتين وخي يمارس شوية وخي يواجه شوية العراقيل انتي واجه وتموي في الشاشة اللي سبت الرياضية وهذه كمر نحو النجاح وهذا تكرجن الرسالة زعما المسؤولين ومرة المهتمين في الرياضة في منطقة الناظور هو انه دعونا المواهب والطاقات اللي عندي في النظر وثم قرانه غير المواهب غير الابطال اللي عندي في النظر وثم نعاون ماديا ومعنويا باش من المادي يعني عطى بزاف باش النتائج اللي سبحان قبل ما نختم الحلقه انا سي اشرف وشن اشجعك جن كلمه اخيره كزوار انا بوسيتي الاعزاء اولا شكرا اولا الموقع نظر سيتي الاضافه الي كذلك برنامج مواهب ونجوم وثانيا نشكر الوالد نينو مرة كيري كيم كيري بتان الدعم اللي تشنا مع دعم مادي ومعنوي ونشكر مرة الأساتذة نينو كيري بتان كيري بشين زعما الأسرار النجاح ونشكر الأساتذة نينو والجمهور اللي يتفرجون ومرة بتوكاري ديهن ألخ الفوز هاشي ناس أسرار نشكر يشكر قبول الدعوة و سويا اسمي اسماء قراوم تشكرك من صوت تصف متابعة ثنوم دي البرنامج من المواهب والنجوم دو البرنامج من طبيعة الحال قراوم من البداوة تحم شماني رجمنا كيج الموهبة المغنيت اكشان الموهبة المغنيت اكشان الفنان المغنيت دي مختلف مجالات وتحم شماني تقرأك من صوت تصف السلام عليكم.